احنا اليوم مشاركين في مهرجان التصوير الضوئي اكسبوجر في الشارقة. ما شاء الله اليوم نحن المهرجان اتاح لنا الفرصة في استعراض بعض مشاركات المصورين الفلكيين الموجودين في جمعية الامارات للفلك. نحن في الجمعية هدفنا ورسالتنا ان نبسط مفهوم الفلك لعامة الناس، وكذلك نستقطب المواهب الشابة. كذلك من بين الأعضاء أو من بين فعاليات جمعية الإمارات للفلك هي التصوير الفلكي وتسهيل على المصورين الشباب الجدد. فمثل ما نشاهد عندنا ما شاء الله صور لأجرام سماوية عميقة مثل مجرة أندروميدا، وكذلك سديم خرطوم الفيل، وأيضا بعض من الصور من تصوير مجرة درب التبانة، المجرة اللي نحن نعيش داخلها. لذلك ننصح الشباب المهتمين في هذا المجال واللي محتاج مساعدة يتواصل معنا وفاهلة طيب إن شاء الله، وكذلك يقدر يجي معنا في مرصد الرزين الفلكي ويطلع على المعدات الموجودة عندنا عن قرب ويقدر يصور من خلالها إن شاء الله.